زادت الجهات المعارضة للعملية السياسية من أعمالها العنفية والدموية، والهدف واضح، هو سياسي من أجل تطويق الحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية وإفشالها، ولكن سيفشلون هم إن شاء الله، ولن تفشل الحكومة التي يقف إلى جنبها كل مكونات الشعب العراقي. ما هو تقييمكم ورؤيتكم للأوضاع الأمنية في العراق؟ الوضع الأمني معقد، وهناك تدخلات وممارسات داخلية وخارجية، ولكن هذا لا يثنينا. نعم، المهمة صعبة وشاقة، ولدينا خطط على المستوى القريب والمستوى البعيد. على المستوى القريب، كيفية مواجهة وكسر شوكة الإرهابيين حتى لا تستفحل، وعلى المستوى البعيد، كيفية فرض الأمن في البلد خلال السنوات القادمة التي ينبغي أن ننتهي من هذا الملف حتى نتوجه لمسألة الإعمار والبناء. وأقول مرة أخرى بأن هذه المهمة الأمنية لا يمكن أن تطلع بها الحكومة لوحدها ولا الأجهزة الأمنية لوحدها، إنما كل الدول التي واجهت هكذا تحديات أمنية بعد تغيرات سياسية واجتماعية كان دور كبير معقود لأبناء الشعب الذين يقفون إلى جنب المؤسسات الأمنية لفرض الأمن، وهذا هو المطلوب من الشعب العراقي. ومن ضمنها الاعتراف بالمقاومة وكذلك التخفيف من حدة الذين أطلق سراحهم، ليسوا من الصداميين ولا من الإرهابيين ولا من الذين تلطخت أيديهم بشكل مباشر في دماء العراقيين، إنما ارتكبوا أخطاء، تعاونوا بشكل معين، مارسوا دورا معينا. أما الذين ارتكبوا قتلا أو تفجيرا لم يطلق سراح أحد منهم، ويمنع إطلاق سراح أي مجرم ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي. يشمل السجناء الذين يعني يسجنون في السجون هو ما زلنا نطالب بهذه الملفات، ولدينا لجنة مشكلة من قبلنا للتحقيق في هذه الحوادث المؤلمة. نحن أدنا واستنكرنا، شجبنا هذه الممارسات لأنها ضد حقوق الإنسان ولأنها تستهدف إنسان عراقي بريء، وما زلنا نتابع العملية ونطلب نتائج التحقيق. حينما تكتمل نتائج التحقيق التي هي من قبلنا أو من قبل القوات متعددة الجنسية، سننظر فيها ونتخذ الإجراء المناسب في محاقبة ومحاسبة وملاحقة المتسببين بهذه الحوادث. نعم.